كنا بنراهن من هنا من برنامج الأشبال ونقول عندنا فعلا لعيبة موهوبة داخل قطاع الناشئين، وكنا بنقول للناس الكلام ده. طب ما تيجي نذكر حضراتكم كده من سنتين فاتوا احنا قلنا ايه، ونرجع يعني نشوف الكلام اللي احنا قلناه من سنتين. فقرة اسمها فريق المستقبل بنهديها لفايلر والفريق الأول. النهارده لو فايلر جنب الفريق الأول كله وحب يستعين بفريق من قطاع الناشئين، حارس مرمى، 4 في خط الظهر، 2 ديفندرات، 3 تحت المهاجم ومهاجم. احنا في الفقرة دي بنهدي لفايلر والجهاز الفني الفريق الأول 11 لاعب يقدروا إن شاء الله يمثلوا النادي الأهلي في المستقبل القريب. هنبتديها النهاردة مع لاعب موهوب النادي الأهلي اشتراه من غزل المحلة السنة اللي فاتت، هو اللاعب محمد فخري، اللي نتوقع له إن شاء الله أنه يكون موجود في الفريق الأول بالنادي الأهلي لما بياخد فرصة. الحمد لله وبفضل الله قدمنا مواهب بدأت تظهر للنور. اللاعب عربي بدر، لاعب عربي بدر هو تحت 17 سنة، كان بيلعب مع فريق 2001 وبيلعب أيضا مع فريق 97، بيتم تصعيده لفريق 97، خد البطولتين مع الفريقين، فريق 2001 ومع فريق 97، وانتظروا هذا الاسم. نجمنا النهارده هو شادي رضوان، شادي رضوان اللي اتكلمنا عنه كان أول برنامج يتكلم عنه أو يقدمه ويعرف جميل النادي الأهلي بيه كان هنا برنامج الأشبال. إن شاء الله كل التوفيق لشادي رضوان، إن هو فعلا موهبة صاعدة واعدة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. لاعب إن شاء الله بنتنبأ إن شاء الله يكون موجود مع الفريق الأول لو خد فرصة. لاعبنا النهارده هو اللاعب محمد شكري، محمد شكري بيلعب باك ليفت، بيلعب في فريق شباب النادي الأهلي، مواليد 99، بيلعب باك شمال ونص ملعب، وكمان في الحتة اللي تحت المهاجم ناحية الشمال، 170 سنتي، 65 وزنه. انضم لأكاديمية الأهلي عام 2005، وما شاء الله كمان محمد شكري بيقدم مستويات رائعة مع فريق شباب النادي الأهلي. كل التوفيق إن شاء الله لمحمد شكري، وإن شاء الله ياخد فرصة مع الفريق الأول، وأنا متوقع لو خد فرصة مع الفريق الأول إن شاء الله يعني هيثبت نفسه ويكون موجود كمان في النادي الأهلي مع الفريق الأول. ده الكلام اللي احنا قلناه من سنة وسنتين فاتوا فعلا بيتحقق دلوقتي. لما اتكلمنا عن مصطفى شوبير وقلنا احنا عندنا حارس مرمى موهوب، مصطفى شوبير كانت الناس بتقول شوية بيتجامل، لكن لما كنا بنذيع المباريات مباشرة هنا مباشر على شاشة قناة الأهلي وشافت ان احنا فعلا عندنا موهبة حقيقية في حراسة المرمى، فعلا بدأت الناس تؤمن ان مصطفى شوبير عنده الموهبة وما بيتجاملش. اتكلمنا عن محمد فخري، اتكلمنا عن عربي بدر، اتكلمنا عن محمد شكري، عن شادي رضوان. المواهب ما خلصتش داخل النادي الأهلي، خلال الفترة اللي جاية هنقول لكم أسماء كتير وكتير من اللعيبة الموهوبة.